سلطة النقد صرحت بالأمس بانتهاء سريان تعليماتها للمصارف بشأن منح موظفي القطاع العام سقف جاري مدين وتمويل مرابحة سلعية واستخدامها في سداد الأقساط المستحقة على الموظفين الذين تلقوا دفعة على الرواتب تقل عن 90%. بيان رسمي صدر عن سلطة النقد الفلسطيني وحمل بالتأكيد العديد من الاستفسارات من جمهور الموظفين المقترضين في القطاع العام. عبر الخط الهاتفي يسعدني أن أرحب بالزميل أيهم أبو غوش الصحفي الاقتصادي. أهلا بك أيهم، تحياتي، مساء الخير. أهلا بك رشا وأهلا بكل المشاهدين. أهلا بك. كيف من الممكن أيهم تفسير البيان الصادر عن سلطة النقد ويشير إلى إعادة العمل بتعليمات الخصم من رواتب موظفي القطاع العام لسداد أقساط القروض المستحقة عليهم للبنوك والمصارف الفلسطينية؟ هل من الممكن تفسير يعني بشكل مبسط ويسير تفسير هذا التعميم لعموم الجمهور تحديدا الموظفين المقترضين؟ يعني رشم، يعني منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي حاولت الحكومة وسلطة النقد أن تجد يعني صيغة يمكن من خلالها التأقلم مع الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها فلسطين، ولذلك مع الاقتطاعات الإسرائيلية لزيادتها في بعد 7 أكتوبر من أموال المقاصة لم تتمكن السلطة الفلسطينية من تسديد رواتب يعني كاملة، وكانت بالأصل أصلا لا تسدد رواتب كاملة قبل هذا التاريخ، ولكن دائرة الضيق قد زادت، وبالتالي يعني تذبذبت صرف الحكومة لموظفيها فيما يتعلق بالرواتب، ولذلك كان اتفاق بأن يتم منح جاري مدين للموظفين حتى نهاية شهر 8، وهذا يشمل الضفة وغزة، موظفين الضفة وغزة، بحيث أن تسدد جزء من قيمة أقساط القروض تتناسب مع القيمة التي تحولها الحكومة فيما على شكل رواتب. ولكن بعد أن يعني تم رفع هذا السقف من قبل الحكومة لتشمل 70% موظفين القطاع العام حاليا حسب ما يتم يتم إعلانه من وزارة المالية، يحصلون على رواتب كاملة بالحد الأدنى، وبالتالي هذا يعني كان دافعا لموضوع عن البنوك أن تبدأ بتسديد ما لديها من استحقاقات وأقساط على الموظفين، حينما يعني انتهت أصلا من شهر 9 الماضي هذا الاستثناء، وبالتالي هذا يعني كان سببا. والعودة إلى الصيغة التعاقدية، بمعنى الصيغة التعاقدية إنه أنت عليك قسطا للبنك بغض النظر عن إرادتك، أنت يعني ملزم بسداده، هذا من الناحية. من الناحية الثانية إنه الموضوع دوافعه أسباب تتعلق بالأداء المالي للقطاع المصرفي والبيانات المالية، بمعنى إنه إذا وصلنا لنهاية هذا العام أيهم، عذرا على المقاطعة، قبل أن نتحدث عن الدوافع وهي بالتأكيد يعني مهمة وبسوى نفسرها ونوضحها شوي كمان اليوم، يعني الاستفسار المتعلق ب النسبة، في حال يعني إحنا هون قدام أكثر من احتمال عمليا، من الممكن تفسير للقرار، من الممكن أن لا يعني تفي بمعنى أو بآخر من حق البنك أن يفي قسطه كاملا من قرض الموظف إذا ما تم تحويل له، ولكن يعطي هامشا بأنه إذا كان القسط أو التحويل أكثر من 50% هو فقط يعني لحد 50% مما يحوله من دفعة، تمام، من الدفعة المحولة. طب في حال عدم يعني عدم كفايتها لتغطية يعني شو الخيارات؟ هذا يعني بالضرورة إذا لم تكن هذه الدفعة يعني تفي بتسديد كامل القسط القرض المستحق، هذا يعني بالضرورة أنه الموظف سيكون في مواجهة مع البنك بشكل مباشر لإيجاد تسوية مالية معينة. هذه التسوية إما أن يسمح للبنك بتجاوز هذا التعليم وبالتالي الحصول على القرض كامل، أو سيكون يعني الموظف أمام خيار إعادة جدولة قرضه، بمعنى يطلب بأنه غير قادر على تسديد هذا القسط
ثم يعاد جدولة الدين بتمديد فترة القرض وتقليل فترة القيمة القيمة الشهرية مقابل بكل تأكيد فوائد إضافية، وهذا يعني بدون أدنى شك يعني هذا هو الحل. يعني لا توجد إلا ثلاثة حلول هذه، إما أن يسدد بشكل كامل أو يتفق على الجاري مدين فترة معينة أو يعيد جدولة القرض بناء على تمديد فترة القرض مقابل تقليل يعني القيمة القسط الشهري. يعني طب أيهم فنيا متاح للعميل للموظف المقترض عمليا التفاهم مع البنك بخصوص سقف جاري مدين؟ يعني فنيا أنا أسأل، لأنه بيان سلطة النقد يعني لم يفصل الكثير. عشان نكون واضحين، هذا سيكون يعني هو تفاهم بين الموظف وبين البنك بشكل مباشر. أوكي. بمعنى أنه قد يكون موظف لديه دخل آخر ولا يرغب بالإخلال بالصيغة التعاقدية، بمعنى سيلتزم ربما بتسديد قسطه كامل. ربما موظف آخر لا يمتلك هذه القدرة وسيكون يعني بهذه الحالة يعني مرغما على اتخاذ خيارات صعبة. نعم. بصراحة يعني عادة جدولة القرض غالبا هي الصيغة التي تتم بأنه أنا غير قادر، وبالتالي يمكنني أن أدفع فقط 2000 بدل 3000، وبالتالي هذا سيعاد جدولة القرض من جديد ويتم منحه قسط، أن يسدد قسط بناء على ذلك. يعني هذه يعني هي الخيارات المتاحة، وهي تشمل تقريبا 30% موظفين القطاع العام، لأنه هم الذين لا يتقاضون راتب كاملة بشكل أو بآخر. يعني طب قبل أخيرا أيهم، ما نتحدث عن الدوافع، من يعني من الموظفين في القطاع العام من هو يعني الأكثر ربما إن صح التعبير تضررا أو تأثرا من مثل هذا التعامل؟ شكرا شاء. الأكثر تضررا هم الفئة الوسط في الموظفين، لأنه الفئة المتدنية أساسا هي تتقاضى، أصبحت تتقاضى رواتب كاملة، وبالتالي حينما أنا أحصل على راتب كامل بالأساس يتم منحي قرض بناء على هذا الراتب، وبالتالي أنا رتبت أموري على هذا الأساس. الفئة العليا التي تتقاضى نسبة أيضا كما الفئة الوسطى، لكن هي رواتبها عالية وبالتالي بإمكانها أن تسدد هذا القسط. لكن الفئة الوسطى، نحن نتحدث مثلا عن رواتب 5 و6000 شيكل، هذه مثلا لو كان قرضها أو قسطها 3000 شيكل وحول له 70%، هو سيتقاضى تقريبا 4000 ونيف، وبالتالي لن يكون قادرا من الناحية العملية إلى سداد يعني قسطه إلا بأنه له دخل إضافي، أو سيكون مضطرا إلى طلب إعادة جدولة. بالتالي هذه حقيقة هي الفئة الأكثر يعني تضررا. يعني طيب أيهم، يعني ما الدوافع؟ كنت تتحدث عن دوافع، كيف من الممكن أن تفسرها لنا؟ هي استحقاقات رشا، يعني في النظام المصرفي القروض يجب أن تسدد بموعدها. إذا أتى العام وماليا بوفق الحسابات المالية يعني المعايير الدولية، إنه حينما يتم فحص البيانات المالية وهذه القروض أقساط ليست مسددة، هي تصنف بأنها ديون متعثرة على البنوك والقطاع البنكي، وبالتالي يتم يعني تخصيص جزء من أرباح البنوك أو يعني من إيراداتها لصالح مواجهة المخاطر واعتبارها ديون متعثرة، ولذلك هذا يعني سيؤثر بشكل أو بآخر على تصنيف البنوك ومعاملاتها الخارجية وتصنيفها باعتبارها يعني نسبة التعثر فيها منخفضة. نحن في فلسطين لدينا نسبة التعثر يعني 5% فقط، ولكن إذا ما تم احتساب يعني أقساط أو عفوا قروض الموظفين للقطاع العام بأنها متعثرة نتيجة عدم تسديدها، هذا سيرفع نسبة التعثر بشكل كبير، وستكون البنوك حينئذ مرغمة على تخصيص أموال إضافية لمواجهة المخاطر، وبالتالي هذا بصراحة يعني سيخل بالأداء المالي للبنوك، ولذلك فهي بموجب هذا المعايير المحاسبية ستكون مضطرة لهذا الخيار، وبالتالي عمليا يعني قرار سلطة النقد هو يأخذ ذلك بعين الاعتبار للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين من خلال حماية البنوك أولا، يعني هي الجهة اللي مخولة للدفاع عن هذا الجهاز، ولكن
ماذا عن الطرف الآخر؟ يعني الطرف الآخر هو الحكومة التي تصرف رواتب، وكلنا يعني نعرف أو يعني لامسين لما هو الواقع الحال. هي الأزمة حقيقة ليست في الجهاز المصرفي التي يعني تدافع عن حقوقها وتدافع عن استحقاقات مالية يجب أن تقوم فيها، ولكن الجهة الأخرى يعني مطالبة بإيجاد حلول للموظفين الذين يعني سيكون متضررين بشكل أو بآخر من هذا القرار. نعم، شكرا جزيلا لك الزميل أيهم أبو ورش الصحفي الاقتصادي، حدثنا عبر الخط الهاتفي، أشكرك.